I'm a winning. وقتي صوتك. أبوك مريض. ليش بابا هون؟ إيه هون. رجع من المعمل راسه عم يجع وتعبان كتير. آخ راسي دخل. قوم أبو موفق. قوم خذ هالحبة من إيدي بلكي بيرتاح راسك وبتهدى شوي. تفضل. معافى إن شاء الله. الله يعافيك يا رب. الله يعافيك. شوف يا أبو موفق، من هون لبكرة إذا ما ارتحت لازم تروح على الدكتور. ها ستي، من هون لبكرة بيفرجها الله. وفي شغلة تانية، لازم تاخد إجازة مرضية، خليك ترتاح شوي، ما بصير تقسى على حالك كل هالقد. يا أبو موفق، إذا أخذت إجازة مرضية راح يخصموا علي من الراتب، والشغلة شوفت عينك ما أنا متحملة. ماما أنا جوعان. لحظة شوي حبيبي، هلأ بطعميك. يا الله. لوين قايم؟ بدي انزل على السوق بيع هالكم كروز دخان. شو تنزل على السوق؟ ما انك شايف حالك شلون مرضان وحيلك مهدود؟ شو بدي ساوي يا أم موفق إذا المعاش ما عم بيكفي، وهالكم كروز يلي عم نبيع هون عم بيسندوا الراتب شوي. لا حول ولا قوة إلا بالله، والله أنا خايفة عليك من هالشغلة. ليش صار لي شغلة تانية أحسن منها وما اشتغلتها؟ بس أنا اليوم ما رح خليك تنزل على السوق، يعني ما رح خليك تنزل على السوق. ماما أنا بنزل عواضه. لا ابني لا، أنت ما دخلك بهالشغلة، أنت التهي بدروسك الله يرضى عليك وما بدنا منك شي. بابا بس أنت تعبان وما بتحسن تشتغل. ولو كان دبر حالي. بابا شو فيها بس اليوم الله يخليك. ليش أنت ما عندك وظايف ودروس؟ بلا عندي. أصبح شلون بدك تروح وتترك وظايفك ودروسك؟ طيب بس أرجع بكتبهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب بتعرف وين بدك توقف بالسوق؟ ايه بابا بعرف. اصبح تعال خليني طعميك كم لقمة وبعدين بتمشي. تعال حبيبي. بس وينك بابا؟ بدك تدير بالك من الدوريات وتخبي الكروزات منيح. خلاص بابا لا تخاف علي. يلا حبيبي تعال كلك كم لقمة مشان تروح بكير وترجع بكير. يلا يا قلبي يلا. حاجة تخبصوا يا سيدي. لك شو بدكم فهموني؟ عندك غنية قلبك تلجي قلبي نار ليساء وهبي؟ ولك شو بدك فيها؟ هي قديمة وبايخة، عندي أفظع. مثل شو؟ بالله شو؟ لك مش نزلت على السوق؟ ما موجودة إلا عندي. أعطينا من خطية تخبي فاتميها تهريبة. مع السلامة حبيبي. وانتو حبيبي شو بدكم؟ شو السيدي اللي عطيته اياه؟ ايوه شكرا. شرف شرف. مرحبا حسان. علي موفق شو جابك له؟ والله بمريض ونازل بيع كروسات الدخان بداله. بداله؟ اصبح وينه؟ اسمعني منيح شو رح اقول لك. بتحط شنطتك بمحل امين وبتطالع من الكروز اربع خمس باكيتات بتحشهم بعبه وبتحمل باكيت واحد بايدك. ها باكيت واحد، ولا تنادي بصوت عالي وتشلق الكل عليك. اوعى. فهمت؟ فهمت. بعدين خلي عيونك 10 على 10 على الدوريات، وإذا شفت دورية فورا هروبها، مو ما تهرب، تضل واقف وتعمل حالك مالك خبر، اوعها. ليه؟ لك شو ليه؟ بيمسكوك وبتضل تاكل قتل لتفرق، وبياخذوا البضاعة منك وبيحبسوك أنت وأبوك. معقولة؟ مثل ما عم بقلك، المهم إنك تهرب وما يمسكوك، اسألني إلي. والله شايف لك هون ناشف بنوك، أحسن شي انزل على الكراجات، هلا بكون حابكة هونيك. أصبح أنا رايح، السلام عليكم. وعليكم السلام، سلام على أبوك. الله يسلمك. الحقيقة يا شباب أنا كنت عند سيادة الوزير اليوم، وقال سيادته بالاجتماع أنه التهريب شغال بكل وقاحة وجرعة، وأنه الحدود صارت مخترقة مثل الغربان، مين ما كان فايت ومحمل ومين ما كان طالع ومحمل. وقال سيادته بالحرف الواحد أنه اللي بيمشي عنا بالسوق كأنه ماشي بالسوق الحرة، لأنه كل شيء موجود، ويسكي مهرب، دخان، ثياب، ساعات، تلفزيونات، برادات، غسالات، حتى الجوز واللوز والفستق صار تهريب. وطبعا مثل ما بتعرفوا هذا بيضعف الاقتصاد الوطني وبيمس بهيبة الحكومة. وحملني انا بالذات باعتباري رئيس مطاردة المهربين المسؤولية كاملة عن الموضوع. لذلك الله يرضى عليكم ب
بدي منكم تشدولي الهمة، وكل مهرب تمسكوه بتجيبولي اياه لعندي لهون لحتى ورجيه نجوم الطهر شخصيا. قرب يا حبيب. طباقو طباقو قرب على الدخان. طباقو طباقو بيته هلكنا هذا. هاي وقفته سريع. اسمع حسين، قوم من هون. هيدا تعمل. يلا. شو حسون؟ لقيته؟ لك يخرب بيته مثل السعدان، دورت عليه بكل قرني وما كنت لاقيه. تعرف عيوني. طيب الحقوني. يلا. شو يا؟ وين ولا؟ هرب. لك اقصى رجال، لك يخرب بيت قلبك شو تنابيل، لك يلا بسرعة. يلا اهلا وسهلا. ان شاء الله تكوني، ان شاء الله تكوني. وين بدك تهرب مني يا حقير؟ حسين حيدر شدوه خلصوا. ان شاء الله تكوني. يا قبي مريض لو خطر الضعاو اتركوني. لك فلد يا بيكو، لك ان شاء الله اتركوني. لك شدو. شو وقع بالمصيدة؟ لك ام معلم وقع. يلا هاتوش حطوا على السيارة. اسحاق حسين لا لا لك تركوا الولد، لك حاجته حرام عليكم. شو عاملكم حتى عم تعذبوه؟ انت شو دخلك؟ امشي بطريقك بالعلاج. صحيح شو دخلني؟ ليش عم كتر غلبي انا؟ شو دخلني؟ اخبركوني! اخبركني! هلا شو سوالكم هالمسكين حتى تكاثرتوا عليه وبدكم تاخدوا؟ امشي بطريقك انت، ما دخلك بهالشغلات. العمى شو وحوش؟ شو؟ ما عم تعرفوا تشحطوا له هرقي؟ هات عصاي يا رحمة. بعد هيك تبيا خليتها خليت. قوم لشو حطوا على السيارة. يلا الو. احترامي سيدي، سيدي ببشركم كل شيء تمام، قبضنا على المهربين وصادرنا كل البضاعة، وهذا كله بفضل توجيهاتكم سيدي.